الآن فإلى فقرة الاقتصاد لكل صباح زوم إيكو مع المحلل الاقتصادي رشيد ساري من مدينة طنجة. سيدي رشيد ساري صباح الخير ومرحبا بك معنا على شدة فهمة. صباح الخير واتمنى أن تكون بخير وقضيتي نهاية البارح تكون مزيانة. الحمد لله. أنت مقلق ولا فرحان؟ هذا هو المهم عندي كل صباح نعرفه. وأنا بصراحة فرحان ومقلق. أنت هو مقلق فرحان؟ فرحان لا حيت في نفس السياق هذه المرة غتكون في نفس السياق. فرحان لأنه بدأ الدخول المدرسي عند الوليدات وكاين تنهضروا على مؤسسة الريادة وتنتمنى أنه هذا المشروع أنه ينجح باش أن وليداتنا يكون عندهم تعليم اللي متميز. مقلق لأنه مازال أزمة ديال الطلبة كلية الطب مازال مستمرة وتنتمنى أنه يكون انفراج لأنه المشكل هو أنه الكل اليوم يعني مقلق على هذه المسألة ديال لا للطلبة لا للوالدين لا كذلك الوزارة التعليم العالي. إذا تنتمنى أنه يكون واحد الانفراج إن شاء الله باش كل شيء غدا أننا نجيو في الفقرة نقولوا راني فرحان لأنه تحل هذه المشكلة. نتمنى ذلك على أي حال. هو موضوع نطرحه للنقاش هذا الصباح مع المستمعين وأيضا مع المهتمين بالموضوع والمعنيين به مع 28 دقيقة على رقمنا 0522-36-0536 وعلى رقمنا أيضا 0522-36-21 على شدة FM. يمكنكم التواصل والتفاعل معنا في هذا الموضوع. سي رشيد ساري بغينا نسألوا على اليوم العلاقات المغربية الآسيوية بشكل عام ولكن تحديدا مع الشريك الصيني والعلاقات إلى أين بين المغرب والصين في المرحلة المقبلة؟ هي إلى أين؟ إلى الأفضل بطبيعة الحال خصوصا من بعد الزيارة التاريخية للملك محمد السادس سنة 2016 لبكين وكانت عندنا واحد شراكة استراتيجية تم التوقيع عليها. حتى بأن كاينة دينامية يعني دينامية كبيرة وبالأرقام ماشي تنهضروا غير يعني هناك تطلعات ولكن الأرقام هي اللي تتعكس الواقع. تلاحظوا بأنه تقريبا الصادرات المغربية ارتفعت 52% رغم أنها بقى ما تجاوزتش المليار دولار ولكن حجم المبادرات يعني بشكل عام يمكن في تقريبا 1.7 مليار و200 مليون وهي اللي تتخلي اليوم يعني تنقولوا بأنه الصين هي الشركة ولكن كاين واحد مجموعة ديال الأفاق لأن البحث انت سولتيني يعني شنو الأفاق واش ممكن أنه تولي شريك ثاني أو أول يعني كاين واحد يعني كاين مجموعة ديال الفرص اليوم تلاحظوا بأنه يعني كاين خلق واحد مجموعة ديال المؤسسات مقاولاتية خاصة في الطاقات المتجددة تنهضروا على يعني البطاريات الكهربائية وكاين يعني كاين تصريح صراحة للصين كان آخر مشروع تنهضروا على فيه واحد 12 مليار و 800 مليون درهم واللي الصين كانت صريحة فيه بأنها ستنافس في الأسواق الأمريكية انطلاقا من هذه المصانع ديال اللي غيتكون في المغرب. إضافة إلى هذا كاين عندنا في الطاقات المتجددة كاين واحد المجموعة ديال المشاريع اللي غتكون ولكن كاين واحد المسألة أخرى لاحظنا راه كاين اليوم واحد المجموعة ديال المناقصات فيما يخص هذا المشروع ديال القطار سريع السرعة اللي غيربط بين قنيطرة ومراكش ثم أكادير. كاين جوج ديال المناقصات اليوم اللي فازوا بهم واحد الشركة اللي هي الصينية لأنه العرض الصيني كان متميز. إذا هما حتى المسألة ديال البنية التحتية راه غادي يساهموا فيها بشكل كبير في المغرب وتلاحظوا بأنه كاين واحد الميزة عند الصينيين كما انهم تيبنيو واحد العلاقه ديالهم على رابح فهم تيستثمروا بالاموال ديالهم. بالحديث على الاستثمار رشيد سافي في قمه الصين إفريقية فوكاك رئيس الصيني تكلم على استعداد بلاده في 3 سنوات المقبله لتوفير اعتمادات ماليه كتناهز 50 مليار دولار يعني تقريبا 500 مليار درهم مغربيه على 3 سنوات في افريقيا كلها. شنو الافضليه ربما اللي عند المغرب ولا شنو نصيب المغرب الممكن من هذا الخط اللي هو استثماري عباره عن قروض دعم وتمويل لمشاريع من قبل الصين في افريقيا ودعم مقاولات صينيه اللي غتجي لافريقيا.
يعني المغرب في هذه الحصه هذه غتكون عند واحد الحصه اللي هي كبيره، ان واحد دابا بدات عندنا واحد المجموعه ديال المقاولات الصينيه اللي كتجي للمغرب. ولكن الجميل اسمح لي يا سي كريم اللي عجبني هو اننا اليوم ما تنهضروش بانه الصين غتجي للمغرب باش انها تستثمر غير في مجال واحد. يعني مثلا تلقاو بانه كاينه ديناميه، هما غيستثمروا في النسيج، هما غيستثمروا في البطاريات الكهربائيه، هما غيستثمروا في التنقل الكهربائي، في الطاقات المتجدده. اذا كاين واحد التنوع. هذا المساله الاولى. المساله الثانيه، الصين عندها وعي تام بانه الدخول السلس للاعماق الافريقيه والاستثمار فيها بشكل كبير يمر عبر المغرب. علاش يمر عن المغرب؟ ماشي الموقع الاستراتيجي بوحدو، باش نشرح. كاين الموقع الاستراتيجي هذا ما غنناقشوش، ولكن كاين البنيه التحتيه القويه التي توفر عليها المغرب من غير الطرق. تنهضروا على واحد المجموعه ديال الموانئ، كاين عندنا ميناء طنجة المتوسط، كاين عندنا الميناء الداخل الاطلسي اللي اليوم هو في يعني في الطور ديال الانجاز ديالو، وهذا هي الحلقه الرابحه من بين الحلقات الرابحه للصين باش تدخل تستثمر. لانه ما ننساوش الصين عندها رغبه كبيره تستثمر في افريقيا، وهي على علاش عندها هذا الرغبه هذه؟ علاش اليوم الصين مهتمه بالسوق الافريقيه؟ السوق الافريقيه لسبب يعني بسرعه. كاين واحد المشكل ديال ان واحد المجموعه ديال المواد الخام اللي بدات تنقص على المستوى العالم اللي هي محتاجه ليها. كاين عندها اهتمام في الطاقات المتجدده. الافريقيه عندها كما تنقولوا البوتنسيال، عندها هاد الامكانيات الكبيره، اذا هي عندها وعي. كاين راه كاين واحد التسارع بينها وبين الولايات المتحده الامريكيه من اجل باش تدخل تستثمر بزاف في افريقيا، ولكن تنظن بانه الصين اليوم بهذا يعني واحد المجموعه ديال الاجراءات غتقدر انها يعني تولي هي الاولى. علاش؟ لان اولا هي تستثمر بالاموال ديالها وتتبني، وهذه غناكد عليها، لانه كانت افريقيا للاسف سابقا عندها تجارب لم تكن ناجحه، ما ناجحاش لان كانت تيجي تتم استنزاف الثروات ديالها. اليوم يعني والمغرب اللي نبى لهذه المساله بشكل كبير من خلال الاستثمارات ديالو بافريقيا، عطى النموذج، وهذا اللي تتبعوا الصين انها خاصها تبني علاقتها دائما على اساس رابح رابح، كل شيء تيستافد كل شيء تيربح، وتكون عندنا واحد التنميه للمجموعه ديال الدول داخل افريقيا. والدول الافريقيه يعني هذه المساله ديال انهم تيمشيو وتيشاركوا في هذه القمه اللي حضروا لها، وبالاشاره راه حضر لها الامين العام للامم المتحده، يعني انها قمه اللي عندها واحد عندها كما تنقول واحد الشرعيه كبيره. كاين كل شيء عنده اليوم رغبه باش انه تكون عندنا يعني الصين انه تكون عندنا مع علاقات اللي هي كبيره وكبيره بزاف، لانه كما اليوم تنهضروا على 50 مليار دولار. ولكن ما نساوش كاين مساله اخرى خصنا نشيروا لها. الصين راه هذا الحزام الطريق اللي كانت بناته مع منذ 2013 مع مجموعه من الدول الاسيويه والاوروبيه، هي اليوم بدات عندها ديال تتوسع فيه. اذا شنو كيعني انه المغرب التحق بمشروع الحزام والطريق اللي اطلقته الصين هذه اكثر من 10 سنوات، وكربط الصين بدول اوروبيه واجنبيه من اجل تطوير العلاقات الاقتصاديه وبناء قنوات لوجستيه مهمه لتطوير الاقتصاد؟ شنو كيعني انضمام المغرب لمبادره او مشروع الحزام والطريق الصيني؟ يعني مجموعه ديال الاشياء. اولا غيكون المغرب هو المحور لواحد المجموعه ديال المبادلات التجاريه، خاصه تنأكد من بعد جائحه كورونا كل شيء عنده استيعاب كبير بانه سلاسل الانتاج انها خاصها تنتقل لدول اخرى. الصين ذكيه جدا، فهمت بانه سلاسل الانتاج ديالها ما خصهاش تضيعها، ولكن عملت دارت النقل ديالها من عندها لواحد المجموعه اللي ديال الدول من بينها المغرب اللي عندها موقع استراتيجي. هذه المساله الاولى. انضمام المغرب غيخلي غادي يمكنوا باش انه تكون عنده استثمارات كبيره صينيه انها تدخل المغرب، وليس بحسب استثمارات صينيه، استثمارات لمجموعه من الدول. كاين اليوم عندنا واحد الديناميه كبيره، تنهضروا على اليابان، تنهضروا على الولايات المتحده الامريكيه، اضافه تنهضروا على تنهضروا اليوم على بريطانيا، تنهضروا اليوم على ايطاليا، على المانيا. اذا ما بقيناش حنا هذا يعني ما بقيناش مرتكزين او مركزين على هذوك الشركاء التقليديين ديالنا. اليوم سياسه جديده ديال المغرب في المجال الاقتصادي كيف في مجالات اخرى هو انه تكون عندنا هذه العمليه ديال التنويع، وهذه العمليه ديال التنويع
على بدات الحمد لله تعطي اليوم واحد النتائج ايجابيه وحنا غنبقاو غاديين في هذا المسار. اشكرك على كل هذه التوضيحات الخبير والمحلل الاقتصادي رشيد السعري، كنت معنا في زوم ايكو مباشره من طنجه على شد FM.